في الكواليس في ناس كتير بتتكلم وآراء وحاجات تانية وتخص ال 25 و 26. قوتنا في جماعتنا وقوتنا اللي احنا نبقى ايد واحدة، ما نمشيش ورا الفتنة اللي هم بيعملوها ويناقشوها، يعني هم يعملوا فتنة ويناقشوها، ده غير مقبول بالنسبة لنا. أنا قلت الكلام ده مرتين وشوفوا كلامنا احنا صح ولا غلط. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، الفيديو اللي معانا إيه يا جماعة؟ الأستاذ جاسر رياض، عشان أأكد تاني، عضو اللجنة الأولمبية قال إيه في أحد ندوات النادي الأهلي، عشان حضراتكم أنا التوعية أو ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي هيتكلم ده هو عضو اللجنة الأولمبية، يعني بيصنع القرار. روحوا شوفوا قال إيه، أو تعالوا معايا نشوف قال إيه تاني، عشان تعرفوا الدنيا اتقلبت عليه مجرد ما قال الكلمتين دول، لكن الحق طلع خلاص، فإحنا بنمسك في الحق ما نسيبهوش. نروح نشوف، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زميلكم عضو النادي، اسمي جاسر محمد رياض، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية. عايز أقول لحضراتكم إن الموقف بتاع النادي بتاعنا موقف سليم، ما فيهوش أي غلط. من حقك تحط اللايحة بتاعتك زي ما أنت عايز، اللايحة الاسترشادية اللي اللجنة الأولمبية حطاها، اللي إحنا كلنا اشتركنا فيها، دي لايحة غير ملزمة. بقول لحضراتكم تاني، غير ملزمة. تقدر تغير، تقدر تعدل، تقدر تعمل اللي انت عايزه، حط لايحتك. الكلمة للجمعية العمومية مش للجنة الأولمبية ولا لأي حد. قول اللي انت عايزه بس أخذ الحق حرفة. بمعنى دلوقتي يعني أنا بطالب حضراتكم بحاجتين. الحاجة الأولانية، كلنا لازم نروح وكلنا لازم نقول رأينا، وياريت لو قدرنا نحضر كلنا يوم 25، يبقى الكلام ده خلاص اتقفل، ما فيهوش أي نقاش ولا أي حاجة. لو ما قدرناش نتجمع نفسنا يوم 25، مكره أخاك لا بطل، هنضطر إن احنا نكمل يوم 26 بعد إن شاء الله. وأنا متأكد إن احنا هنقدر نوصل لل 12,000 ونص وال 13 وال 20,000 كمان، لأن احنا النادي الأهلي، النادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق، وهنقدر واحنا بنبان في الأزمات. بعد ما هيحصل هذا الكلام، اللايحة هتيجي اللجنة الأولمبية. ما هوش رأي فرد ولا اتنين ولا تلاتة، ده مجلس إدارة، ومجلس إدارة لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، ده مجلس إدارة، ومجلس الإدارة هيقول رأيه، وهنقعد وهنتكلم كلنا وهنشوف. وعلى فكرة يعني في أعضاء يعني محترمين جدا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من النادي الأهلي، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى مظبوطة. طيب افرض ما حصلش، وافرض ما اعتمدتش، مش ممكن اللي حضراتكم بتقولوه، الكلام اللي حضراتكم بتقولوه. طيب أكمل 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 حضرتك، افرض ما حصلش، يعني مجلس الإدارة ما اعتمدش هذا الكلام، يبقى أنت من حقك في القوانين وكراجل كنادي كعضو جمعية عمومية وقدمت، والنادي هنا هوت يقدر يرفع القضية لأكتر من اللجنة الأولمبية المصرية، يقدر يطلع لغاية فوق لغاية اللجنة الأولمبية الدولية، يقدر يطلع لغاية الكاس، يقدر يوصل لأبعد من هذا الكلام. أنا أسف على المقاطعة، دقيقة واحدة يا أستاذ. السؤال هل تملك اللجنة الأولمبية المصرية إبطال جمعية عمومية دون سند قانوني؟ أنا ده السؤال اللي نريد الإجابة عليها جاسر بيه. أنا بجاوب بصفة بصفة شخصية، أيوة، بصفة عضو في النادي، أيوة، لا أعتقد هذا، لا تملك. أشكرك. شكرا. إيه رأي حضراتكم؟ وشاهد شاهدوا من أهلها زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الدنيا قامت انتفضت اتحركت، والراجل الهجوم شرس عليه عشان قال كلمة الحق. بالمناسبة مفاجأة في حلقتنا النهاردة،
احد العالميين طلب من شويه اللي يحصل رجه وانتفاضه ولا ايه؟ حصل رجه وانتفاضه سريعه من المهندس فرج عامر دلوقتي، ونزل بيان، والبيان ده قبل ما اتكلم فيه لازم كل عضو جمعيه عموميه يسمعه، وكمان جماهير النادي الاهلي عشان تعرفوا الحمد لله اللي الواحد بيقوله بيتحقق. اسمعوا رئيس لجنه الشباب المهندس فرج عامر ورئيس نادي سموحه قال ايه. هو كان طبعا الدنيا زي الفل والدنيا تمام، موقف النادي الاهلي ثابت عليه بمنتهى القوه. هقرا لكم سريعا، انا عندي سطرين الاهم لكل اعضاء النادي اسمعوا الكلام المهم اللي حضر النهارده، وسبحان الله النصر جاي قريب لاعضاء الجمعيه العموميه، والنصر جاي لارائنا اللي بنقولها. ببساطة شديدة وأعضاء كتير عاوزة تعرف، يلا يا سموحة إيه حكاية اللائحة الأساسية؟ واحد، وزارة الشباب أصدرت قانون الرياضة جديد ألزمت جميع النوادي أن تعيد إشهار نفسها مرة أخرى وتعتبر بداية جديدة لكل نادي، والوزارة عاوزة ترفع إيديها من تدعيم جميع المراكز الرياضية والنوادي ماديا، والنوادي عليها تدبر نفسها بنفسها من مواردها الخاصة، والقانون الجديد يلزم النوادي أن تعمل لائحة داخلية لها تسير داخلية لا تسير عليه بما يتفق مع نشاطها وما يتفق مع رغبة الأعضاء. وحددت ميعاد آخر شهر أغسطس 2017 لانتهاء من اللائحة لكل النادي. اثنين، اللجنة الأولمبية عملت لائحة استرشادية للنوادي، مجرد استرشادية وغير ملزمة ولكن في حالة أن أي نادي لم يقم بعمل اللائحة الداخلية الخاصة به، في الحالة دي سوف يتم تطبيق اللائحة الاسترشادية. اسمعوا الكلام اللي جاي، وهو ده اللي أنا هقف عنده. ده اللي بيقوله المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث في بنودها، لأنها ببساطة لم تفرق بين مركز شباب ونادي اجتماعي زي نادينا، ويقصد هنا نادي سموحة، ونادي جماهيري زي النادي الأهلي والزمالك بيعتمدوا على الكرة والجمهور. كمان من ضمن البنود أن السماح بدخول أعضاء جدد ولهم الحق عمل أي تعديلات على النادي وبنود أخرى لا تتماشى مع نادينا، بمعنى أوضح هيبقى مركز شباب. يا جماعة أنا هقف عند النقطة دي اللي بيقولها هنا بصفته رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث. اللائحة الاسترشادية بها كثير من الكوارث. أنا مش هقول أكتر من كده. عاش الأهلي ومجلس إدارته. عاش الحق. عاش الحق. قتلوا وإحنا معاكم. وأعضاء الجمعية العمومية معاكم. وجماهير الأهلي معاكم. كل يوم بيعدي يوم بتظهر حاجة، يعني من شوية جاس الرياض عضو اللجنة الأولمبية بيقول لكم إيه؟ لا ما حدش يقدر يتدخل، وده النادي هو اللي بيعمله صح، النادي الأهلي. وقال بس كمان كعضو جمعية عمومية وعرف نفسه في البداية اللي هو عضو في اللجنة الأولمبية. اتنين، آدي رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان قال لك اللائحة الاسترشادية بها كوارث. الله، هو الأهلي فجأة بقى حلو؟ مش اتقال من أسبوع عايزين اعتذار من رئيس النادي الأهلي؟ رئيس الأهلي لما يتكلم في الحق الكل يقف يسمع. رئيس النادي الأهلي مش اللي يتقال له تعالى اعتذر. هي الدنيا جرى فيها إيه؟ في واحد أهلاوي جدع بيخاف على ناديه وسمعة ناديه حتى وهو مختلف يسمح اللي يتقال لرئيس نادي كده؟ احنا العزة والكرامة اللي بجد، احنا نادي القرن ما جاش من فراغ. الكبار اللي قابلينا حسن حمدي، الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب والمستشار او الفريق مرتجي والكابتن عبد صالح الوحش وغيره 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 وغيره، انا اسف لو نسيت حد. نختلف على اشخاص، لكن ما نسمحش بحد يهين رموزنا ونحد يقول لك رئيس الاهلي اعتذر. مش هنتعامل الا غير لما يعتذر. في اهلاوي يقبل الكلام ده؟ الكبار ما علموناش كده، علمونا الكرامه، علمونا العزه.
علمونا الاحترام. فمش فاهم الدنيا اتغيرت ولا ايه. وهنا هرجع خاطئ اللي بيصحى من النوم ما عندهوش حاجه يفكر فيها غير يهين الناس. يا ابني انت اهلاوي ازاي؟ انت زيك زي اللي بعتوا الرسائل دول. في اهلاويه جدعان بعتوا لنا عايزين يعرفوا الاسماء، قلت لكم مش هنقول. وفي صحفيين اتصلوا من شويه وبعتين رسائل عايزين يعرفوا الاسماء هي مين. هي اسماء هي اللي هتكشف نفسها بنفسها، لكن صدقوني ده اتقال من اسبوع عشان نعمل مش عارف ايه. رئيس الاهلي اعتذر. ايه يا راجل؟ انتوا كل يوم بكلمه يا راجل. يا راجل النادي الوحيد اللي ماشي بنظامه مش متاثر بحاجه وبيحقق بطولات. وانديه ثانيه اقسم بالله رؤساء الانديه مدربين ولاعيبه ومخططين احمال ودكاتره وفي كل حاجه بتشوفوا ده في الاهلي. يا جماعه انا فخور بنادية لما بيحصلش، حتى لما بيحصل اهتزاز ما بيحصلش فيه الثوابت دي، ما بيحصلش فيه الكلام ده. عشان كده الكلام اللي قاله المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، وهو اللي قاله انا ما جبتش حاجه من عندي دلوقتي حالا، يخلي في تحدي جديد عند اعضاء الجمعيه العموميه. روح بقى روح بقى، ده تحدي الناس كلها بتتراجع وانا في الاخر اتخاذل. اللهم بلغت اللهم فشد. نروح نشوف في واحد بيقول للناس ما تروحوش بانه صفه وايه وظيفتك، وبتخاطب الجمعيه العموميه تقول لها ما تروحش ليه. تعالوا نشوف.